زي ما عودتكم مش هدخل في اي شيء ممل ابدا، انا بدور على الجديد، ومن الجديد اللي انا بحلم بيه وادعي ان انا عنصري جدا فيه الشجرة المباركة المحببة الى قلبي. وانا ببص بلف في الدورة الرابعة المهرجان اجري بلازا، لقيت شيء بحلم بيه من زمان وبنادي بيه من 10 سنين، مهرجان مصري للزيتون. يعني ايه مهرجان مصري للزيتون؟ مش هتكلم فيه ابقى زي المرحوم شعبان عبد الرحيم اللي هتكلم في كل حاجة، هشوف بطل هذا المهرجان او ابطال هذا المهرجان هم اللي هيقولوا ويعرفوا بنفسهم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا دكتور محمود، اتشرفت بحضرتك. قل لي يا ترى يعني ايه مهرجان مصري للزيتون؟ مهرجان ده معناه انه حدث بيجمع الجميع من اول المستهلك لحد اكبر منتج للزيتون كمزارع او كمصنع او في زيتون مائدة او مستلزمات انتاج او حتى اراضي مستصلحة. مصر كدولة زراعية الزيتون ليه وضع مميز جدا جدا في مصر، ودلوقتي بعد 2019 لما تبوأنا المركز الاول في صادرات زيتون المائدة او في انتاج زيتون المائدة في العالم، بقى من الضروري جدا ان كل العالم يعرف ان مصر دولة منتجة وبقوة وبجودة عالية جدا للزيتون. زي كل الدول اللي بتزرع زيتون في العالم عندها مهرجانات ومن عشرات السنين، وجب دلوقتي يبقى مصر فيها مهرجان قوي ومهرجان عالمي، ويبتدي يعني يقول للعالم كله اللي مش عارف أهمية مصر في القطاع ده يعني ايه مصر في الزيتون. دي الفكرة ببساطة. ما تصنفش نفسك، قل لي انت على اي اساس بتحلم ان مهرجانك يبقى دولي او عالمي؟ يا ترى عملت ايه وهي الترتيبات اللي في دماغك ايه علشان الناس لما يزوروا المهرجان ده ويشاركوا فيه كعارضين او زائرين، يا ترى انت مرتب لهم ايه؟ تمام. بمناسبه دولي، موضوع دولي دلوقتي ما بقاش صعب زي زمان، التواصل مع العالم كله دلوقتي بقى سهل. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان المجلس الدولي للزيتون عنده خبر عن المهرجان ومهتم جدا بالمهرجان، ومن السنه الجايه هيدخله في الاجنده الدوليه، والسنه دي احتمال كبير يبقى راعي بشكل رسمي او حتى زائر بشكل ودي عشان يقيم التجربه. فاتمنى من الكل المهتمين بزراعه الزيتون او تصنيعه ان هم يكونوا متواجدين في المهرجان كعارضين، يعني على اي مستوى. مهم نكون كلنا متواجدين بنوري العالم يعني ايه مصر في الزيتون، من اول المشتل لحد المزرعه لحد المصنع لحد الشركه اللي بتعمل براندنج لعبوات الزيتون وتسوق الزيتون سواء في مصر في الداخل او في الخارج. ده اللي هيوري العالم كله احنا قد ايه اقوياء في الحته دي، وازاي نبدا نتعاون مع بعض كلنا كناس مهتمه بالزيتون ومهتمين بتسويق منتجات مصر كلها اللي مصر متميزه فيها للعالم. عشان حضرتك عارف طبعا العمله الصعبه دلوقتي ايه اهميه دخولها عندنا، فده الهدف بكل بساطه وبكل وضوح ان احنا نبقى متواجدين على الساحه الدوليه. عشان كده قلت لحضرتك دولي. احنا في مصر بنزرع وعندنا جهود كبيره لتحسين جوده الزيت وجوده الزيتون المائده، عايزين نوصل ده للعالم. اذا ما عرفناش نوصله من اول دوره بالشكل المرغوب فيه او الكافي، وانا اظن ان احنا هنعرف من اول دوره ان شاء الله، الدوره الثانيه والثالثه والرابعه ولحد المية مع بعض ان شاء الله. ده على صعيد البيزنس سيكتور اللي هو التجار او العارضين اللي جايين يعرضهم علشان يشتغلوا بي تو بي او بيزنس تو بيزنس. لكن انا كزائر كمتسوق او مستهلك وزائر المهرجان، ايه اللي انا هستفيده؟ هتعرف على ايه؟ اولا هتعرف على انواع الزيت. ناس كتير بتسمع فيرجن واكسترا فيرجن واسماء تانية مش فاهمين ده ايه. هتعرف على انواع الزيتون نفسه، هتعرف على المنتجين عن قرب، هتعرف ازاي اعرف الزيتون الزيت الكويس من الزيت اللي مش كويس. احنا عندنا برضو خرافات كتير عند المصريين عن زيت الزيتون، زي ان الزيت ما بيتسخنش، الزيت ما يتحطش غير في عبوه معينه، الزيت تتحط في ازاز يتحط في بلاستيك. في عندنا لغط كتير، كل ده هيتوضح في فعاليات المهرجان في ندوات خفيفه كده تثقيفيه عن أهمية الزيتون العلاجية والغذائية، وإزاي نتعامل مع زيت الزيتون وإزاي نتعامل مع الزيتون. أنا كمستهلك هستفيد من ده جدا، غير أن أنا هبقى أتعامل بشكل مباشر مع المنتجين، فأقدر أشتري زيتون أشتري زيت بأسعار كويسة يكفيني فترة طويلة. حتى المستهلك اللي مش متعود على زيت الزيتون أو ما يعرفش عنه كتير يجي ويشوف ويتعلم عن الزيتون وعن زيت الزيتون.
ده على صعيد منظم المهرجان. طيب علشان اتاكد ان المهرجان ده يا ترى كويس ولا مش كويس، لازم اشوف واحد من اللي في الغيط، لازم اسال استشاري زيتون يا ترى لما تسمع عن مهرجان ده هيعمل لك ايه وهتبقى انطباعاتك عنه ايه. عشان كده معايا المهندس محمد النحاس، خبير زراعات الزيتون واستشاري زراعات الزيتون في مصر والوطن العربي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك دكتور محمود. لما تسمع عن مهرجان زيتون يعني ايه بالنسبه لك؟ مهرجان الزيتون ده حاجه احتفال، هو موجود في العالم كله، شفناه في السعوديه قد ايه بتبقى ايام من البهجه والسعاده، وفي تونس، في المغرب، في الاردن، في اسبانيا، فهي ايام من الاحتفال. وقت حصاد المحصول هو دي ايام احتفال. كان نفسنا من زمان قوي ان يكون عندنا حاجه زي كده. دول كتير جدا احنا اقدم منها بسنين طويله في هذا المجال وسبقتنا فيه، فبيكون هي ايام من السعاده، ايام يوم عيد، هو اسمه مهرجان احتفال. ايوه، ده هيعمل ايه بالنسبه للقيمه المضافه لشجره الزيتون او لمحصول الزيتون في مصر؟ رقم واحد، احنا عندنا مشكله كبيره جدا هنا دكتور محمود، ان استهلاك المواطن المصري اقل من 100 ملي من زيت الزيتون في السنه. 100 ملي 10 سنت يعني، اقل من 100 ملي، وفي ناس مش على قائمه طعامها اطلاقا. يعني اللتر ل10 افراد ده كمتوسط، لكن في ناس بره قائمه طعامها على الاطلاق. فحاجه زي كده بنقول يا جماعه فوائد الصحيه لزيت الزيتون، اهميته الطبيه، ان هو يكون موجود اصلا على قائمه الطعام من تحسين صحه المصريين بشكل عام. فاحد اهداف المهرجانات دي في كل حته في العالم زياده وعي المستهلك، ترويج للمنتج كمان، المنتج اللي بينتج الزيت او قلقان من انتاج الزيت بسبب ان ثقافه استهلاك الزيت مش عند الشعب المصري. احنا بنقول لا، احنا بنوعي الشعب بالفوائد الطبيه والفوائد الصحيه والغذائيه بزيت الزيتون، وبنامل من الله ان احنا يرتفع استهلاك الفرد المصري فيما هو قادم، على الاقل نوصل يعني لدول بلاد الشام اللي هي تخطت الـ8 لتر للفرد في السنه. يعني انت كاستشاري زيتون تنصح مزارع النهارده لو جاي يزرع جديد تقول له ازرع زيتون زيت؟ طبعا بنصح اي مزارع داخل في قطاع الزيتون يزرع جديد، بقول له قولا واحدا ازرع زيت، لان احنا طبعا احنا في مكانة لوحدنا في المخلل او في زيتون المائدة، لكن ما زلنا بعاد تماما عن المنافسة في الزيت. التشبع او تشبع السوق المحلي والسوق العالمي بزيتون المائدة يعني كان ليه كثير من السلبيات، اما الطلب كمان على زيت الزيتون في العالم كله، واحنا شايفين كلنا أزمة الزيوت اللي حاصلة في العالم، فالطلب على زيت الزيتون في الفترة اللي جاية، وطبقا لإحصائيات الـIOC المجلس الدولي للزيتون، ان هيستمر معدلات الطلب على زيت الزيتون اعلى من العرض على الاقل لمدة 20 سنة كمان. طيب يا ترى لو انا سبت مهندس زيتون وقلنا يمكن ان هو الراجل علشان يلاقي شغل كتير وان الناس بالفعل تزرع زيتون فده رأيه ايجابي، عاوز اسأل بقى برضو بطلة من ابطال مهرجان الزيتون اللي هي من الشركة المنظمة واسمها ميد مارت، عاوز اسألها انت بتسوقي مهرجان زيتون ازاي؟ عرفيني بنفسك الاول، اسم حضرتك الاول. انا اسمي ميرنا. ميرنا ايه؟ ميرنا مدحت من شركة ميد مارت، شركة اساسها تسويق وتطوير اعمال، فمن ضمن تخصصاتنا هي المهرجانات المتخصصة. احنا اشتغلنا اول حاجة مهرجان العسل المصري، بدأنا ان احنا دخلنا القطاع ده، اتكلمنا مع الشركات انه الشركات عادة ما بيكونش عندها بند التسويق، فكله بيعتمد على المبيعات رقم واحد، فالفكرة انه يكون التسويق بشكل جماعي عن طريق المهرجان. انت بتسوق داخليا، بتوعي المستهلك وبتغير ثقافته عن القطاع اللي انت فيه، ومن ناحية تانية انت بتوري العالم انا فين من القطاع ده. يعني انت
انت خطبت مين يا ميرنا؟ الهيئات العلمية والهيئات الحكومية والهيئات غير الحكومية اللي خطبتها عشان تبقى اوير او مهتمة او تحضر او ترعى او تدعم هذا المهرجان؟ لما بقول مهرجان متخصص بقطاع او تسويق متخصص بقطاع، يعني انا خطبت كل اللي بيخص القطاع ده، سواء بقى هيئات علمية، هيئات حكومية، مستهلك مباشر، استشاريين، او ناس يعني شركات، مزارعين، كل من هو مهتم بالقطاع من بداية المشاتل لغاية التغليف بالمستهلك. طيب خليني تاني أسأل الدكتور محمود حسن رئيس مجلس إدارة شركة ميد مارت، خليني أسأله تاني، أنت بشكل شخصي تارجت بتاعك مين؟ هدفك مين في الهيئات العلمية؟ ويا ترى في الفاسيلتيز اللي موجودة على هامش هذا المهرجان؟ طبعا الأهم هيئتين علميتين من معهد البساتين، مع مركز البحوث الزراعية، متواجدين وراعيين لكل المسابقات اللي هتبقى مختصة بالزراعة في المهرجان، وطبعا معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برضو تابع لمركز البحوث الزراعية. هم هيبقوا متخصصين في حتة الجودة بتاعة الزيت وزيتون المائدة. يعني احنا عندنا مسابقات، مسابقة أفضل مزرعة ومسابقة أفضل زيت، أجود زيت مش كده؟ أجود زيت وأجود زيتون مائدة. هيبقى ناس متخصصة حاصلين على رخص دولية في التذوق، طبعا ده بعد التحاليل المعملية المعروفة بالنسبة للزيتون. هيبقى في تذوق حسي، وفي احتمال يبقى في برضو تذوق للجمهور، يعني لسه اللجنة ما قررتش هيبقى في تذوق للجمهور ولا لا، بس المهم ان تبقى لجنة محايدة تماما من متخصصين، سواء أساتذة في مركز بحوث الزراعية أو متخصصين تذوق دوليين برخص سارية، بحيث ان المسابقة فيها يعني شفافية تامة، فيها يعني ما فيش فيها أي شبهة من أي شيء، بحيث ان الكل يبقى داخل ومستعد، وده بيساعد في رفع جودة المنتجات من أول الدورة دي. طيب لو مزارع بقى صغير حدفه الهوى وجالك على المهرجان، المزارع ده موعود بإيه إن شاء الله؟ ياريت كل المزارعين يجوا، لأن المزارع هيشوف الكائنات الكبيرة بتشتغل إزاي، هيشوف من أول الزراعة لحد العصر لحد الإنتاج، هيشوف هيئة سلامة الغذاء هتكون موجودة وهيوروه إزاي يقدر يعمل، يبدأ بمنشأة حتى لو صغيرة، يبدأ يعني يعمل قيمة مضافة لمنتجه، أو إزاي يحافظ على منتجه وبعد معاملات ما بعد الحصاد عشان يوصله للمعصرة أو للمصنع التخليل بالشكل السليم اللي يطلع منتج ممتاز يقدر يتسوق محليا ودوليا. وانا لازم اغشش حضرتك، ما عندكوش ندوات علمية للمزارعين، ندوات تثقيفية؟ انا ما قلتش، لان ده بالنسبة لي حاجة اساسية. في ندوات من مركز بحوث البساتين ومركز التكنولوجيا الاغذية في كل القطاعات اللي تهم المزارع واللي تهم كمان المستهلك في المهرجان طول ايام المهرجان، غير ان هيبقى في كمان مؤتمر علمي متخصص، يوم علمي كامل برعاية شركات من المشاركة في المهرجان، هتتكلم عن الزراعات كمان الجديدة في الزيتون، الزراعات المكثفة والزراعات شديدة الكثافة ومقارنتها بالزراعات التقليدية، وإيه اللي يساعدنا في مصر إن إحنا زي ما لينا ترتيب في زيتون المائدة يبقى لينا برضو ترتيب عالمي في إنتاج الزيت. عندكم ميداليات يعني؟ عندنا ميداليات في كل مسابقة ليها مركز أول وتاني وتالت بلجان متخصصة وشهادات تقدير، وكل يعني كل النموذج الدولي في التحكيم وفي مهرجانات الزيتون حول العالم هنبدأ في تطبيقه من السنة دي إن شاء الله. سمعت إنك كمان بتخطط من دلوقتي على طول لمهرجان الموالح بمناسبة افتتاح موسم تصدير الموالح اللي هيبدأ في 5 ديسمبر 2022. ان شاء الله، وكده حضرتك حرقت المفاجاه اللي كنا عايزين نفاجئ بيها المجتمع الزراعي في مصر. طبعا الموالح من اهم الحاصلات الزراعيه المصريه، واحنا طبعا لينا ترتيب عالمي هايل جدا في الصادرات، وعايزين نبقى اكتر، وعايزين كمان جودتنا وسعرنا يبقى منافس ويبقى يدخل عمله صعبه يعني اكتر للدوله. فإحنا إن شاء الله بصدد تنظيم أول مهرجان للموالح المصرية.
عشنا وشفنا في تاريخي وانا عايش ان احلامي بتتحقق وان هيبقى فيه مهرجان للزيتون ان شاء الله. موعدنا نغطيه في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر اللي جاي، وبعدها على طول نشوف الدكتور محمود حسن وشركة ميد مارت وزملائه في الشركة يا ترى هيعملوا لنا ايه في مهرجان الموالح. ومن مهرجان لمهرجان يا قلبي افرح، وخلونا لسه معاكم مستمرين داخل أجنحة أجري بلازا 4 في مدينة الإسكندرية. خليكم معانا.